طريق قبل ما تشوف هذا الفيديو هذا بارطاج، الله يجازيكم بخير. حنا سيدي الساكنه ديال الضوحه ومضرين بزاف كما كنشوفوا هذو السفليات، والارض هاي هبطت. هانتوما كما كتشوفوا الارض هاي هبطت، وشي نهار يطيح هذا الموبي. دابا الساكنه اللي الفوق ولا الساكنه ديال السفاله متخوفين شي نهار انهم يطيح عليهم هذا الردم هذا. هانتوما اخوتي شوفوا الله يجازيكم بخير، وبارطاجيو هاد الكارثه هاد الضوحه هادو اللي كيفكروا غير في الفلوس، ما تيشوفوش حاله المسكين. انتم عباد الله، ها شتي الارض هبطت هبطت لتحت، وهاد كيما بشهاده السيده اللي ساكنه هنا كتقول لك نهار على نهار كيزيد هذاك كيزيد يهبط هاد الشيء. يعني شنو؟ يعني شي نهار غادي يهبط هاد الموبل كامل. هاد الموبل سيدي فيه 12 اسره، 12 اسره كل 12 فيها 6 حتى 7 الافراد، يعني كارثه غتوقع عما قريب. الله ينجينا. هانتوما اخوتي كما كتشوف، وهذا غير سفلي، هذا غير سفلي واحد، هذا غير سفلي واحد، وهذا المثل، هذا المثل بحال كاع السفالي اللي في هذا الموبل هذا. حنا خوتي الساكنات ديال الضوحه، الضوحه عرصه الزيتون فاس طريق عين الشقف. الضوحه معروفه بهذ الفضيحه ديالها، والله يرحم الوالدين. نشروا هذا الفيديو على اوسع نطاق باش يوصل المسؤولين اللي ما كيخمنوش المواطنين. الله يجازيكم بخير. هانتوما عباد الله، هانتوما ها شوف، وهذا السفلي هذا ما هو غير الا واحد من السفاله اللي كاينين هنايا. يعني هذا السفان فهمتم، هانت يعني كلشي تشقق، كلشي تشقق، كلشي تشقق، وشي نهار شي نهار غادي يطيح هذا الموبل هذا كامل. الناس راه خاسره رزقها هنايا، الناس خاسره رزقها هنايا، والو الصح ما كاينش، الصح ما كاينش. حنا عباد الله، حنا عباد الله تنعينا ما نصلحو، عينا من هذاك. هانتوما كما كتشوفوا، ها هانتوما عباد الله، هنا ما كاينش الطوم ماشي مشكل. هانتوما عباد الله، ها شوف الشقه، شوف بشهادة السيدة اللي ساكنة هنايا، راه كتلاحظ أن هادشي كيتزاد نهار على نهار، كيتفاقم الخطر ديالو. الله يجازيكم بخير أخوتي، مرة بارطاجيو معنا هاد الفيديو هذا، لأن راه هاد الوضعية خطيرة بزاف. اما الريحه وداكشي، لا داكشي بوحدو داكشي. الله يجازيكم بخير، هذا راه غير سفلي واحد. مازال السيده اللي دابا شنو قالوا لهم؟ من خافوا من الفضيحه بغاو يرحلوهم، عطاهم براطم اخرين غير باش يسكتوا، ولكن حنا ما غنسكتوش بجهد الله ان شاء الله. هما قال لهم غادي تخرجوا، غادي نعطيكم براطم اخرين غير باش يسكتوا. راه دابا باغيين يديروا شي. الله يجازيكم بخير، ما بارطاجيو هذا الفيديو، والسلام.